خير لكل اللي عم بيتابعونا بحلقة جديدة من اكسترا فاكتور. اسبوع ورا اسبوع عم نكون سوا على هالمسرح اللي عم بيشهد على ولادة الاكس فاكتور. ثلاث اسابيع بتفصلنا عن الحلقة النهائية اللي من خلالها رح يتوج حامل اللقب، ومثل ما شايفين اللي عم بيجمع اكثر عدد من الاصوات هن اللي عم بيضمنوا استمراريتهم لخطف اللقب. ليلى سلوى غدارتنا، سلوى كنت متوقع النتيجة ليلى؟ يس. كنت متوقع تفل اليوم؟ وي. ليش؟ هاد هما قوانين اللعبة، وكاينين تبارك الله أصوات واو معنا. لمين أكثر شيء رح تشتاقي سلوى بين كلهم؟ كلهم كلهم. وي آر فاملي ناو. خبريني سلوى، شو أكثر شيء رح تحملي معك من هالتجربة بأكس فاكتور، وشو عبالك تقولي لأليسا هيدي فرصتك الأخيرة؟ غادي نهز معي، غناخد معي بزاف ديال الميموريز. كنبغيكم بزاف. و ميرسي بوكو حيت وقفتي معايا من الأول. ما بغيتش نبكي. بعرف لحظات مؤثرة لأن صرنا قاطعين أكثر من نص المشوار، وصعبة هلا وداع المشترك. إليسا شو عبالك تقولي لسلوى، وقديش كنت مآمنة إنه هي الإكس فاكتور رح توصلي معها للنهائيات؟ لا، ما في إيمان بالمطلق إنه هي الإكس فاكتور، لأنه في لعبة وفي ناس عندهم رأيهم بالنتيجة، وفي عالم عم بتصوت. بس إنه أنا ما في آمن، لأنه كل حدا بلجنة الحكم عنده رأيه. يعني ما بقدر، يعني ما بقدر أعرف شو ممكن إنه يكون خياره الأخير. بالنتيجة إنه يونغ فارز أوايا ما في شك. سلوى بعد عندها، بعد صغيرة وبعد عندها وقت. بدي أقول إنه رح أشتاق لها، ما في شك كتير. وجود لك، جود لك. I love you so much. I love you too. I love you so much. شكرا إليسا. كارول، ليلى كانت وقفة كتير صعبة لليونغ فاروز. ما رح اقول لك انه كمان كنت متوقعه، يعني انا حسين شاهد انه كنت اليوم متوقعه انه اليونغ فاروز رح يكونوا بزون الخطر، كمان اجاني احساس، بس ما كنت ابدا متوقعه انه سلوى رح تكون صراحه بزون الخطر. انا بس بقول كلمه لسلوى انه صدقيني، لانه انت عمرك صغير وبعد عندك كثير اشياء بحياتك تختبريها وتجربيها. اوقات في ناس دائما بتبقى ريدي اكثر من غيرها، بس مش معناتها موهوبه اكثر من غيرها، في بيكون جهوزيه اكثر. انا حسيت امبارح لما قلت لك في نوع من جهوزيه بعده عندك، كان مش ريدي، بس مش معناتها انه انت ما عندك موهبه. وبدي اقول لك عن جد جود لك من كل قلبي، والله يوفقك سلوى. ثانك يو، ثانك يو. شكرا كارول. وائل، عبالك تقول لك كلمة لسلوى، كلمة أخيرة قبل ما تغادرنا؟ أنا سلوى، سلوى بتعرف إنه أنا بحبها كثير، وبحب حضورها، وبحب شكلها، وبحب هضمتها، وبحب الشو اللي بتعمله، ولكن اليوم أنا ضمن إطار مسؤولية، مسؤولية كثير كبيرة، وبالنهاية ما في إلا ما أجزم وأعطي الحق لصاحب الحق، وهذا اللي صار اليوم، وأنا بتمنى لها طريق منورة بالنجومية وبالسعادة، لأنه بالفعل بعدها صبية وبعدها يعني بعدها صغيرة بالعمر، والحياة قدامك وقادرة تعملي اللي بدك إياه بالمستقبل. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. Thank you. شكرا. وائل حسين، عم تقول كارول كانت ما كانت متوقع سلوى توقف بمنطقة خطر، أنت كنت متوقع الليلة؟ والله نتيجة؟ لا، كنت توقعي كان بعيد تماما عن الاثنين اللي نزلوا. مين كنت متوقع الليلة يوقف؟ المفروض ما أقول، بس إن شاء الله أتمنى التوفيق للجميع، الخير والبركة في الجميع. بقول لسلوى أن اليوم هي مثلت بيتها، مثلت أهلها، مثلت بلدها، مثلت صورة حلوة ورائعة عن المغرب. نتمنى لها التوفيق والخير والبركة في الباقيين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا حسين. شكرا. سلوى، أنا رح أرجع لقيك بالستوديو الأكسترا فاكتور مع أصحابك، بتلاقوني لفوق. هلأ رح نطلع بريك وبرجع من بعده معكم لستوديو الأكسترا فاكتور. بدي أذكر كل المشاهدين إذا بتحبوا تتواصلوا مع لجنة التحكيم والمشتركين، ما عليكم إلا ترسلونا باسمكم ورقم الموبايل على صفحات التواصل الاجتماعي. فاصل وبنرجع.